بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بكم مرة أخرى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. هذه السورة الكريمة يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. وقد افتتحها الله سبحانه وتعالى بهذا القسم الذي سميت السورة باسمه وهو العصر، وهذا من إعجاز القرآن في القرآن. لا توجد سورة من سوره، وهي 114 سورة، إلا وفيها لفظ أو لفظان أو أكثر لا توجد في غيرها من السور، ولفظ العصر لا يوجد في غير هذه السورة وقد سميت به. والله افتتحها بالقسم، والمقصود به المبالغة في إثبات هذا الأمر وبيان أهميته. فقال: والعصر. فالواو حرف جر وهي بمعنى القسم، والعصر المقسم به هنا معناه الوقت والزمن. فتقول: أهل هذا العصر يفعلون كذا، أي أهل هذا الزمن الذي نحن فيه. ويطلق العصر على أول النهار وآخره، ومنه صلاة العصر أي صلاة آخر النهار، ومن إطلاقه على أول النهار وآخره قول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بذي التود قفرا وشاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويد. تلاعب الريح بالعصرين أي بأول النهار وآخره، قسطله أي غباره، قسطل الغبار، والوابلون أي الأمطار، وتهتان التجاويد أي شدة المطر الشديد. وقسم الله بالعصر دليل على أهمية الوقت بالنسبة للإنسان، فالمسلم يعلم أن وقته هو رأس ماله، وأنه إذا ضيعه لا يمكن أن يربح. فهذا الوقت الذي نعيشه قد حدد لنا، فقد كتب مع كل جنين وهو في بطن أمه كم سيعيش في هذه الحياة الدنيا، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وبذلك يعلم أن الأعمار قد كتبت وأنها قد حددت، فما يعيشه الإنسان من الأزمنة والأوقات مكتوب، ولهذا لا بد أن يستغله قبل فوات الأواني، وهو رأس ماله وهو العمر المركزي في حياته. وللإنسان أعمار سواه سنبينها إن شاء الله تعالى. هذه الأعمار التي كتب الله للإنسان 5. العمر الأول منها كان في عالم الذر، عندما مسح الله ظهر أبينا آدم ببطن نعمان وهو وادي عرفة، فأخرج منه ذرية، فقال آدم: يا ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره مرة أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: يا ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم اتفقوا على هذا الجواب، وهو الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى للخلائق جميعا. وأخذ الله عليهم العهد في ذلك الوقت أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان، وذلك عمر، لأننا فيه دخلنا حيز الوجود فأصبحنا في عالم المرئيات، وأيضا فإننا وجه إلينا السؤال فأحسننا الجواب، لأنه قال: ألست بربكم؟
وقد أجبناه فأحسن الجواب وقلنا بلى. وقد أثبت الله ذلك في كتابه فقال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا العهد أيضا الذي أخذ الله عليهم أثبته في كتابه فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولم يبق معنا من هذا العمر الأول إلا أمران. الأمر الأول منهما الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فمنذ ذلك الوقت فطرنا على التوحيد والإقرار لله بالربوبية فقال ألست بربكم قلنا بلى، فأقررنا أنه ربنا وأقررنا بالتوحيد، فكان التوحيد فطرة في الجنس البشري كله، فما من مولود من البشر إلا وهو يولد موحدا لله سبحانه وتعالى على هذه الفطرة. وهذه الفطرة بينها الله في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن هذه الفطرة التي يولد عليها الخلائق جميعا لها مفسدات تفسدها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء، فهل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء عند مولدها، أو فهل ترى فيها من جدع أي من قطع. وهذه الفطرة يفسدها مفسدات أهمها ثلاثة. المفسد الأول من مفسدات الفطرة الكبر، فالتكبر يفسد فطرة الإنسان، ولذلك يزعم به أشياء يعلم في داخله وفي باطنه أنها غير صحيحة. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، وهذا مناف للفطرة، فالفطرة تقتضي أن الإنسان مربوب وليس ربا، وأنه محتاج إلى رب، أنه يقر أنه محتاج إلى رب. ولو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أحدا فعقل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده وإلا بحث عن شجر أو حجر أو أي شيء يعبده. فالإنسان محتاج إلى رب وهو يعلم أنه عبد، وهو يعلم كذلك حاجته إلى تشريع وحاجته إلى دين، وأن لديه جوعة روحية تحتاج إلى أن يشبعها بأمور الدين والعبادة. وفرعون فسدت فطرته بالتكبر، فلذلك قال أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، ولذلك قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.